وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. سبحان الله القمة العربية ما كانش معطي لها واحد القيمة وواحد الاهتمام كبير مننا الإعلام العربي، ولكن بمجرد خروج خبر حضور جلالة الملك محمد السادس في القمة العربية بالجزائر فجميع الوسائل الإعلام العربية ولات كتتكلم، كل شيء كيتسائل واش جلالة الملك محمد السادس غادي يكون حاضر في القمة العربية أو لا. حضور جلالة الملك كيأكد أن غيكونوا حاضرين جميع الرؤساء وملوك الدول العربية، وهنا كيبان لك الفرق. شوف القمة العربية كان منسية قليل اللي كيتحدث عليها، مجرد ما السبع خرج الخبر بانه غادي يكون حاضر الكل ولا كيتكلم على القمه العربيه. ندخلوا للحوار ديال اليوم. واحد الجزائري كيزيد ياكد على الكلخ ديال هاد الناس، خرج وقال بان المغرب يجب ان يرجع للقرار ديال الامم المتحده ويجلس طاوله الحوار مع البوليزاريو بشكل ثنائي. يا ولدي واش انت مراجع الدروس ديالك ولا عطاوك الميكروب ديجي تهضر؟ حشم بعدا على داك الكونيكسيون اللي ما عندكش، كلمه كتوصل و10 ما كيوصلوش. واش مراجع الدروس؟ عارف القرار الاخير 26/02 شنو كيقول؟ اللي ما ذكرش فيه البوليزاريو وخلاها نكيره وذكر الجزائر 5 ديال المرات واكد بان الجزائر طرف مباشر في قضيه الصحراء المغربيه ويجب الجلوس طاوله الحوار مع المغرب. واش انت مراجع الدروس ولا ما مراجعش؟ راه ملي كتقولوا الامم المتحده راه كتضحكونا حنا، لان الامم المتحده ولات القرارات ديالها كامله في صف المغرب. اللي كتقول المغرب خصو يمشي للقرار ديال الامم المتحده، المغرب راه غادي للقرار ديال الامم المتحده. نتوما اللي خصكم تمشيو دابا للقرار وتجلسوا في طاوله الحوار مع المغرب. حنا ما كنعرفوش شي حاجه سميتها البوليزاريو قال لكم ناصر بوريطه هذه شحال، البوليزاريو ولات شي حاجه نكره. كنعرفوا الجزائر الطرف الرئيسي الاول والاخير في قضيه الصحراء المغربيه، والدليل اي دوله كتعترف بالصحراء المغربيه كتمشيو تقطعوا معها العلاقات وتسحبوا السفير ديالكم. الان غادي نعرج على واحد النقطه وهي الاستاذ عبد الفتاح الفاتحي، قلتها لك في الفيديو السابق ومازال كنزيد نكررها لك. يا اخي يا استاذي المحترم، طريقه الحوار ديالك راها قديمه ولا تسير المقترح اللي خرج به ناصر بوريطه. مغرب اليوم ليس هو مغرب الامس. طريقه الحوار ديالك ديال كان وان وفحنا في المغرب وكذا، لا، هاد الناس راه كتنزل معاهم من الارض. الحمد لله انت استاذ عند خبير في القوانين سواء القديمه سواء الجديده، عندك معطيات باش تهضر، فخصك تغير لغه الحوار ديالك. راه بطريقه الحوار ديالك كتخليهم يتبوردوا عليك الاساتذه الجزائريين في جميع الحوارات ديالهم، وانا كنتبعهم كاملين، ومع الاسف كيعطيوك فرص فين تسجل عليهم الاهداف وما كتعرفش كيفاش تورك ليهم على الجرح. ملي كيقول لك هذا خاص المغرب يمشي للقرار ديال الامم المتحده، والقرار ديال الامم المتحده كيقول بان الجزائر طرف مباشر في قضيه الصحراء، وما كتعطيش اللوجه تصمكي، فراه هناك كتبان بانك دائما كتمشي بهذيك الحوار ديال الدبلوماسيه وديال، وكتبان دائما حنين في الحوارات ديالك. مع احتراماتي ليك وكامل الاحترام استاذنا ومحترم وعلى الراس والعين، ولكن يجب تغيير طريقه الحوار ديالك. هاد الناس اي فرصه عطيتيهم راه ما يزهقوكش، وملي عطوك هما فرص خاصك تستغلهم. وخاص المغاربه يعرفوا بان اي جزائري يسمعوك يهضر الباقي كيهضر للامم المتحده، عرفوا راه مسكين باقي عايش في عصر بومدين وباقي ما عارفش بان القرارات ديال الامم المتحده حاليا كيخدموا مصلحه المغرب، ما كيعترفوش بالبوليزاريو، كيعرفوا الجزائر اللي قالوا طرف مباشر في قضيه الصحراء المغربيه ويجب الجلوس طاوله الحوار مع المملكه المغربيه. خليكم مع هذا الحوار، نتمنى تفعلوا معه بشكل كبير. ما تنساوش تدعمونا بلايك، الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. يؤشر ويدل بشكل جلي على استمرار التوتر بين البلدين اللذين يعيشان، اضافه الى القطيعه بينهما، يعيشان على وقع مواجهه دبلوماسيه لا تهدأ، خاصه ما عرفته اروقه الجمعيه العامة للأمم المتحدة من تراشق لفظي بين رئيس الحكومة المغربية عزيزة خنوش وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة حول ملف الصحراء. فهل يلبي المغرب الدعوة الجزائرية وعلى أي مستوى تمثيل، وما هي انعكاسات ذلك على العلاقات بين الدولتين؟ أسئلة وغيرها سأطرحها على ضيفي. بداية السيد عبد الفتاح الفاتحي مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية ينضم إلينا من الرباط في المغرب، وعلى الجانب الآخر معي السيد رشيد علوش الباحث في شؤون الاستراتيجية والأمنية في جامعة الجزائر. سيدي أهلا بكما معنا على قناة فرانس 24. سأبدأ معك سيد رشيد علوش، هناك الجانب البروتوكولي الذي تم احترامه في هذه الزيارة، لكن شكل الزيارة وقصر مدتها حمل في طياته الكثير من التساؤلات و التأويلات. هناك من قال بأن الجزائر بداية ما طلت في توجيه هذه الزيارة إلى المغرب، وهناك أيضا من اهتم أو ركز على قصر هذه الزيارة التي كانت خاطفة للمغرب. مرحبا أستاذة دنيا، شكرا جزيلا على الاستضافة الطيبة، تحية لمشاهدي قناة فرونس 24، تحية طيبة أيضا للضيف الكريم من المغرب.
هو الزيارة البنود المعمول بها أو البروتوكول المعمول به من ناحية توجيه الدعوات بشكل رسمي من طرف وزراء أو مكلفين بمهمة يتم إفادهم من طرف السيد رئيس الجمهورية أو حتى بالنسبة لصانع القرار للدولة التي ستستضيف القمة. هذه النقطة. النقطة الثانية فيما يتعلق بالمماطلة، هذا الأمر غير مطروح باعتبار أنه البروتوكول التعددية من ناحية أن وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي الذي كان مكلفا بتسليم دعوة إلى الملك خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية ومن بعدها الأردن ثم أيضا انتقل إلى المغرب، وبالتالي فالاحترام في المدة الزمنية وفي البروتوكول في هذه النقطة محترم. النقطة الثانية ربما المرتبطة يعني فقط في هذه النقطة سيد رشيد علوش أريد أن أستفسر منك، يعني ما حدث في المغرب بالنسبة لزيارة عبد الرشيد طبي كان نفس ما حدث مثلا في السعودية والأردن؟ كانت زيارة قصيرة ومقتضبة بنفس الشكل؟ هو في هذه النقطة يعني بالنسبة لإطار قطع العلاقات الدبلوماسية فإنه يعني أي لقاء دبلوماسي باستثناء وزير الخارجية أو باستثناء العاهل المغربي فإنه سيكسر حاجز القطع المهمة بعبد الرشيد طبي. وزير العدل الجزائري هو تسليم دعوة للعاهل المغربي لحضور قمة الجزائر في الفاتح والثاني من نوفمبر. هذه النقطة التي يمكن مقارنتها هناك مشكلة في الصوت، سأعود إليك بعد قليل سيد رشيد علوش مع الأسف. يعني ما نفهم من كلامك هو أنه تم احترام البروتوكول لكن في إطار القطيعة الدبلوماسية جاءت هذه الزيارة قصيرة ومقتضبة. أذهب إلى السيد عبد الفتاح الفتحي في الرباط. هذه الزيارة رأيناها شكلا كيف جاءت وتأتي في سياق نعرفه جميعا، هو قطيعة دبلوماسية بين الدولتين. كان هناك أيضا تراشق لفظي بين الدولتين في أروقة الأمم المتحدة، لكن تم توجيه الدعوة وإن صح التعبير رفعت الجزائر الحرج عنها بتقديم هذه الدعوة بطريقة بروتوكولية كما يجب أن تكون. اليوم المغرب لم يعلن بعد عن موقفه إزاء هذه القمة والحضور فيها، هل يعد الرد شكل التمثيل مستوى الحضور معادلة صعبة بالنسبة للمملكة؟ نعم، بداية الدعوة التي وجهت إلى جلالة الملك هي كانت فيها التزام دولي داخل جامعة الدول العربية وليس هذا طرفا سياسيا أو دبلوماسيا من قبل الجزائر، ولكن ملزمة في إطار بروتوكولات خاصة داخل الجامعة العربية بأن توفد مبعوثي لتقديم دعوة شخصية للحضور إلى القمة. لكن واقع الحال هو أن الجزائر كدولة منظمة لا يبدو بأنها تلتزم بحدود يعني معايير العمل العربي المشترك ومقتضيات جمع الكلمة العربية ولم الصف العربي، ويبدو ذلك واضحا من خلال استمرارها في تكريس سياسة عدائية من خلال وسائل الإعلام ومن خلال كذلك تصريحات المسؤولين في الرئاسة الجزائرية التي سبق لجلالة الملك كان وجه لهم دعوة من أجل التطبيع ومن أجل مد اليد للدخول في مفاوضات دبلوماسية. الجزائر اليوم كدولة معنية بترتيب أو جمع الجامعة العربية في هذا الالتئام الذي يجب أن يكون على قدر التحديات التي يواجهها العالم العربي غير معنية بالحوار الدبلوماسي الهادئ، غير معنية برباطة الجأش التي تقتضي هذه التحديات، رفضت كل الوساطات للدخول في حوار سياسي هادئ يؤسس لعلاقات عربية. هل كانت هناك وساطات فعلا؟ لأنه كان هناك حديث عن وساطات لكن الجانبان قاما بنفيها، مثلا كان هناك عن حديث عن وساطة فرنسية. نعم. وساطة خليجية. نعم، المغرب لم ينفي من جهتي، ولكن الجزائر أكدت بأنها ترفض أي وساطات اليوم وقبل وغدا، مما يعني بأن خطاب راديكالي عنصري تعسفي يميل إلى التوتير وإلى الصراع، فيما أن المملكة المغربية دائما كانت تدفع باليد الممدودة. إذن واقع الحال هو أن الجزائر اليوم تتدخل في الشأن الداخلي المغربي
المغربي عن طريق قضية الصحراء، وتزيد في ذلك من داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة. الذي كنت طرحته سيد عبد الفتاح الفاتحي، هو اليوم الكرة في ملعب المغرب، الجزائر تقول بأنها وجهت الزيارة كما يقتضي البروتوكول أو القواعد الدبلوماسية، اليوم الكرة في ملعب المغرب، العاهل المغربي دائما يتحدث عن اليد الممدودة تجاه الجزائر، وهنا يطرح السؤال حول كيفية التمثيل في هذه القمة العربية، خاصة أن هناك أخبار سربت بشأن مشاركة محتملة شخصية للعاهل المغربي. نعم، أنا لا أعتقد بأن جلالة الملك قد يغامر للذهاب إلى الجزائر العاصمة لحضور القمة العربية، ذلك أن المغرب كدولة أمة عريقة تفترض أن يكون النقاش إيجابي، تفترض أن تخرج القمة بتوصيات قوية، وأعتقد بأن ما تقوم به الجزائر اليوم من مناورات تحولها إلى دولة مارقة في علاقتها بإيران، في علاقتها بالنظام السوري، في تدخلها في الشأن الداخلي الليبي، تدخلها في الشأن الداخلي التونسي، في استغلال للظروف الطبيعية، وفي استغلال كذلك لارتفاع كلفة الطاقة. تعتقد الجزائر بأن بهذه الإمكان يمكنها أن تتقدم الدول العربية. الجزائر عليها أن تستوعب بأن يجب أن تكون دولة وسطية اعتدالية تجمع كلمة العمل العربي المشترك وكلمة العمل الإسلامي المشترك، وبالتالي تعطي ضمانات وتعطي تطمينات لكل المشاركين بالحضور على قدر الإيجابية التي تقتضي. طيب، سأقف عند هذه النقطة وأتوجه إلى السيد رشيد. التحديات التي تعترض العالم العربي. علوش، هذه الرؤية وجهة نظر من الناحية المغربية. سأذهب إلى السيد رشيد علوش وأطرح عليه النقطة والسؤال في هذه المسألة تحديدا. سيد رشيد علوش، عدت معنا، لا أدري إن كانت مشكلة الصوت قد حلت. سألت سيد عبد الفتاح الفتحي بشأن زيارة محتملة أو مشاركة شخصية محتملة من العاهل المغربي، وهذا ما كان أثير في بعض وسائل الإعلام، منها جون أفريك، منها جريدة الشرق الأوسط، يعني حضور شخصي من قبل العاهل المغربي. هل تتحضر الجزائر لهذه الفرضية أن يحضر العاهل المغربي؟ كيف تتحضر لذلك؟ وكيف ستعمل الجزائر على أن تكون أو تكرس لم الشمل في هذه القمة العربية، خاصة بأن العلاقة بين الجزائر والمغرب تعد من أساسيات لم الشمل؟ هو أستاذ دنيا، يجب بداية أن نفصل، يعني يجب أن نفصل العلاقات الثنائية ما بين الجزائر والمغرب، ونفصل أيضا العمل الدبلوماسي المتعدد الأطراف الذي ستحتضنه الجزائر في إطار اجتماع قمة جامعات الدول العربية. هذه النقطة. النقطة الثانية، الضيف الكريم يعني من المغرب يتحدث في ملفات، وهو في حديثه يتدخل بطريقة غير مباشرة في الشأن الداخلي الجزائري، يقول بصريح العبارة على الجزائر أن تعمل كذا، على الجزائر أن تتطرق للشأن المحدد بشأن القضية ما بشكل محدد. هذا تدخل سافر من طرف المغرب ومن طرف المحلل المغربي. الجزائر تعمل على لم الشمل بداية لإعادة تفعيل العمل العربي المشترك. كيف ذلك؟ من خلال إعادة مشاركة المجموعة العربية في صناعة القرار على مستوى النظام الدولي، خاصة في سياق هذه التحولات التي تشهدها البيئة الجيوسياسية العالمية، وبالتالي عدم تفويت الفرصة على العرب لأن يشاركوا وأن يكون لهم تأثير فعال على مستوى إعادة ترتيب ربما الأوضاع الجيوسياسية على مستوى العالم. النقطة الثالثة المرتبطة ربما بمشاركة العاهل المغربي هي مرتبطة أساسا بما تم ترشيحه، ولكن ربما بين قوسين المانع الذي يمنع ربما العاهل المغربي في حال ما إذا قرر المشاركة هو أنه الظروف الصحية ربما للعاهل المغربي هي التي ستمنعه من القدوم للجزائر، ولكن مع ذلك هناك ربما أمل أو هناك ربما عزم من طرف العاهل المغربي لزيارة الجزائر والمشاركة في أشغال القمة، علما بأن هناك اتصالات ثنائية جمعته بالعديد من زعماء منطقة الخليج العربي، باعتبار أنه العلاقات جيدة ما بين الطرفين، وهذه الدول دعمته ودفعته للمشاركة وللحضور إلى الجزائر لفتح قنوات اتصال ما بين الدولتين ربما لمعالجة الملفات الخلافية التي كانت سببا أساسيا في قطع العلاقات الدبلوماسية ما بين الجزائر والمغرب.
والتي هي حالة لكن المغرب طبيعية لديه شروط سيد رشيد علوش، وشروط المغرب واضحة. هناك قضية وطنية بالنسبة للمغرب توضع على رأس كل القضايا، وقالها العاهل المغربي في خطابه إنها أصبحت المقياس الذي تقاس به العلاقات، وهذا قد يشكل معضلة كبيرة بالنسبة لهذه القمة العربية. هو أستاذ دنيا، الشرط المغربي يجب حله على مستوى الأمم المتحدة، والشرط المغربي أيضا يجب حله على مستوى الاتحاد الأفريقي. القضية الصحراوية هي قضية تقرير مصير، وهي قضية تصفية استعمار ومسجلة على مستوى الأمم المتحدة، وهناك دولتين على مستوى الاتحاد الأفريقي يجلسان جنبا إلى جنب، وزير الخارجية المغربي ووزير خارجية الصحراء الغربية يجلسان في العديد من الموائد متعددة الأطراف في دبلوماسية متعددة الأطراف، وبالتالي هذا الشرط غير مطروح في السياق الجزائري. المشكلة المرتبطة بقطع العلاقات الدبلوماسية ليست قضية الصحراء الغربية، وإنما هناك مشاكل بنيوية ما بين الجزائر وما بين أيضا المغرب منذ 1962 تم سردهم بمجملهم في إطار الندوة الصحفية لوزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة. ولكن أيضا هناك نقطة أستاذ دنيا، نحن في إطار قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، هذه حالة طبيعية في إطار العلاقات الدبلوماسية وليست حالة ربما غير مطروحة. هناك العديد من الدول تقطع علاقاتها الدبلوماسية لمعالجة المشاكل التي تظهر بين الدولتين، وبالتالي المطلوب من المغرب الآن أن ينصاع ربما للطلب الجزائري ويجلس على طاولة المفاوضات ثنائيا بدون أي وساطة، لأن الأمر طيب سيادي ولا يحتمل وساطة. أنقل هذه النقطة تحديدا، أنقل هذه النقطة تحديدا إلى السيد عبد الفتاح الفتحي في الرباط. سيد عبد الفتاح الفتحي، أنا هنا سأحيلك إلى ما قاله العاهل المغربي في خطابه بمناسبة عيد العرش في 30 من شهر يوليو الماضي. قال: نتطلع للعمل مع الرئاسة الجزائرية حتى يضع المغرب والجزائر يدا في يد لإقامة علاقات طبيعية بين شعبين شقيقين تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية ومصير مشترك. هذا الكلام للعاهل المغربي، وهنا يطرح السؤال: ألا تأتي هذه القمة العربية فرصة لتطبيق هذا المبدأ، مبدأ اليد الممدودة الذي يتحدث عنه العاهل المغربي وتحدث عنه في أكثر من مناسبة؟ نعم، إن دولة يعني تميل إلى قطع كافة العلاقات الحوار، على الرغم من أن هذه الدعوات التي وجهها العاهل المغربي إلى الرئاسة الجزائرية هي سابقة وممتدة ولها فترات تاريخية وفي عدد مهم من الخطب الملكية، لكن لم تكن لتلقى آذانا صاغية من قبل الجزائر. المملكة المغربية كانت دائما تقول للجزائر: يمكننا الدخول في مفاوضات لتطبيع العلاقات ثنائية دون وساطة أجنبية ودون طرف ثالث، ويمكننا كذلك أن نتناول فقط الحدود أو الإمكانات المتاحة بغض النظر عن قضية الصحراء التي يجب أن نجعلها في دائرة اهتمامات الأمم المتحدة إلى طيب أن جميل. يتم يعني أنت تصفيتها. سيد عبد الفتاح لكن الفتحي وسيد رشيد علوش متفقان على الأقل في هذه الأوراق. النقطة كلاكما تقولان بأن الدولتان تريدان مفاوضات مباشرة وثنائية بغض النظر عن قضية الصحراء، ما العائق إذن؟ ولما لا تكون هذه القمة العربية فرصة لهذا التقارب؟ العائق هو أن الجزائر هي التي ترفض أي لقاءات ثنائية مع المملكة المغربية، وقد سبق للمملكة المغربية أن اقترحت على الجزائر أن تشكل لجنة متعددة الأطراف ثنائية بين المغرب، وأن تحدد موضوعها وأن تحدد كيفية اشتغالها وأن تحدد تاريخ اشتغالها، لكن الجزائر كانت ترفض. ويكرر المغرب لماذا؟ لأنه يؤمن بأن هذا الجار هو جار يعني ليس تقني وإنما هو بنيوي، وأن طبيعة العلاقة يجب أن تكون علاقات ودية، وأن ما هو يقع اليوم هو استثنائي. الجزائر تعتقد بأنها تمارس حصارا على المملكة المغربية لتفرض عليه أجندتها، وبالتالي تميل إلى إغلاق كافة الحلول، وهي اليوم تمارس ارتباكا. كيف تغلقين الأجواء الجوية
الجوية وتبعثين الوزير العدل ليقدم دعوة عن طريق الأجواء لتعيد غلقها من جديد. بالتالي كيف سيحضر الوفد المغربي إلى العاصمة الجزائر في ظل هذا الحصار؟ هل الجامعة العربية ورهاناتها وأهدافها يعني ترى واقعا مشتتا كهذا تفرضه الجزائر؟ لكن يعني حتى واقع من الناحية الحال هو أن الجزائر يجب أن تكون محورية. مثلا عندما نظمت الألعاب المتوسطية في وهران شارك وفد رياضي، لم يكن هناك منع للوفد الرياضي المغربي من الذهاب إلى ولكن الجزائر. ولكن تم حبس وطرد العديد من الصحفيين الذين لهم بطاقة الصحافة، كان تعسفا واضحا ولم يكن هناك تصرف لائق. لذلك قلت من الصعوبة أن يغامر الوفد المغربي بالمشاركة في الجامعة العربية، وحتى وإن كانت المشاركة فإنها ستكون في تمثيل دبلوماسي منخفض، أملا في أن تعيد الجزائر وجهات نظر في سلوكاتها دبلوماسية وأن تكون داخل الإجماع العربي. كيف لها أن تستدعي سوريا دون يعني استشارة مع القادة العرب؟ كيف لها كذلك أن تأتي بإيران إلى مالي دون استشارة، على الرغم من أن هذه العلاقة الملتبسة بينها وبين إيران تزعج العديد من الدول العربية؟ يعني هناك أسئلة تطرح من الجانبين، لكن أذهب إلى السيد رشيد علوش وأسأله في هذه النقطة تحديدا، المسألة التقنية، كيف يدعى وفد مغربي أو يدعى المغرب للمشاركة في قمة عربية، علما أن العلاقات مقطوعة، ولا نتحدث فقط عن العلاقات الدبلوماسية إنما أيضا من الناحية التقنية، يعني كيف سينتقل هذا الوفد المغربي إلى زيارة الجزائر علما أن الاتصالات الجوية أو الطائرات مقطوعة؟ أستاذة دنيا، يعني قبل الإجابة عن السؤال فقط، يعني مع كل الاحترام للضيف الكريم من الشقيق المغرب، للأسف هو يتحدث في كلام إنشائي، نحن نتحدث عن جامعة الدول العربية وتوجيه دعوة للعاهل المغربي لأن يكون ضيفا في الجزائر، يكون ضيفا على العرب وعلى الجزائر أيضا وعلى الشعب الجزائري لإنجاح قمة جامعة الدول العربية ولمشاركة والعمل على حل مختلف الملفات، وليس إيران وليس سوريا، هذه الملفات غير مطروحة وربما سيتم معالجتها في إطار الاجتماعات بغض النظر عن الملف الأساسي الذي سيتم طرحه في الاجتماعات، وهو ملف القضية الفلسطينية والملف أيضا التطبيع الذي ورط المغرب نفسه فيه للأسف الآن، ولم يحصل لا على اعتراف من طرف الكيان الإسرائيلي باعتبار أنه حتى الكيان الإسرائيلي إلى حد الآن ما زال يتصرف ويتعامل. لكن ألم يكن السيد عبد الفتاح الفتحي محقا عندما قال بأن الجزائر هي التي بادرت كل مرة لقطع العلاقات؟ يعني هي الجزائر هي من قطعت العلاقات بشكل أحادي في أغسطس منذ تقريبا عام ونصف، لم يكن المغرب. كانت أسباب هو أستاذ دنيا لماذا يتم اللجوء إلى قطع العلاقات الدبلوماسية؟ تجنبا للتصعيد، ربما يصل التصعيد إلى الحالة إلى العمل العسكري، لذلك يتم قطع العلاقات الدبلوماسية كحلقة أخيرة، هذا هو المغزى من قطع العلاقات الدبلوماسية، ليتم توجيه ربما إنذار إلى تلك الدولة على أنها وصلت إلى الخطوط الحمراء التي إن زادت التصعيد. هل اليوم الجزائر منفتحة على إعادة العلاقات لشكلها الودي بين المغرب والجزائر وإن كان في أدنى أشكاله؟ نجلس على طاولة المفاوضات، يتم الحديث على الملفات العالقة ما بين الدولتين، اعتذار بداية المغرب من طرف من الشعب الجزائري واعتذار من الدولة الجزائرية. الآن فقط أستاذ دنيا نعود إلى الحالة التقنية لقطع العلاقات الدبلوماسية وإمكانية الزيارة، هو لو نلاحظ أنه البيان الأول خرج من طرف الخارجية المغربية أنه هناك وزير أو مكلف بمهمة سيزور المملكة المغربية لتوجيه دعوة للعائلة المغربية لحضور، وهذا ما حصل. يبقى الآن مستوى التمثيل في هذه الزيارة وهو ما لم نعرفه حتى الآن. على كل حال السيد عبد الفتاح الفتحي يرى بأن مستوى التمثيل قد يكون منخفضا، لكن هناك تأويلات تذهب إلى عكس ذلك. مع الأسف وقت البرنامج انتهى، مع الأسف سأضطر لشكركما. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، مش بخلوش عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركوش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العادة نشوفوا في فيديو جديد، وديما المملكة المغربية.